قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. كشف الفنان سمير صبري تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير خطير اليوم الأربعاء 1 مايو 2019 منذ قليل. وقال لفيتو أنه كان جالسا داخل سيارته في إحدى الإشارات واصطدمت بسيارته سيارة من الخلف بسرعة كبيرة، جعلت سيارته تصطدم بسيارة أخرى من الأمام. متابعا: لولا ستر ربنا كانت العربية اتقلبت. وأضاف سمير صبري أنه تعرض لبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسده وبالأخص في قدمه التي أجرى بها عملية جراحية منذ فترة، موضحا أنه أجرى بعض الإسعافات الأولية وتوجه مباشرة إلى منزله. ربنا يقومه بالسلامة. هو سمير جلال صبري، ولد في 27 ديسمبر 1936، يعني 83 سنة، بالإسكندرية. التحق في طفولته بمدرسة فيكتوريا كوليدج، ده وهو صغير. تعلق سمير صبري بالفن منذ صغره بسبب قدرة والدته على عزف البيانو، وخالته كانت تلعب على العود، إضافة إلى مواظبته على التوجه للسينما والمسرح برفقة عائلته. انفصل والد سمير عن والدته وكان حينها عمره 9 سنوات، لينتقل مع أبيه إلى محافظة الجيزة. عاش سمير صبري في تلك الفترة بعمارة السعوديين التي كان يقطن فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أنا عبد الحليم وسمير صبري. تخرج في كلية الآداب جامعة الإسكندرية. وجود عبد الحليم حافظ في نفس العقار ساعد سمير صبري على الانطلاق الفني بعد أن ظهر مع العندليب الأسمر في أغنية بحلم بيك لأول مرة. هنا مع عبد السلام النابلسي كان ظاهر ككومبارس. لعبت الصدفة دورها في اقتحام سمير صبري للمجال الفني حينما رأته الفنانة لبنى عبد العزيز في مبنى ماسبيرو مع عبد الحليم حافظ لتطلب منه أن يشاركها في أحد مسلسلات الأطفال المقدمة بالإنجليزية، وذلك لأنها كانت تعمل حينها في ركن الطفل بالإذاعة المصرية. نادية لطفي مع سمير صبري في حفل رأس السنة. ذكريات جميلة. داخل مبنى الإذاعة تعلم سمير الكثير على يد كبار الأساتذة، واعتبر نفسه تلميذا لأمال فهمي وسامية صادق وفهمي عمر وطاهر أبو زيد وجلال معوض. بعد إنهاء سمير صبري لدراسته الجامعية أكمل مشواره في الإذاعة الإنجليزية من خلال برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا سمير صبري وأميتاب باتشان في لقاء نادر. عمل سمير صبري بالتلفزيون من خلال برنامج النادي الدولي، وشهدت ستينيات القرن الماضي البداية الفنية لسمير صبري، وذلك من بوابة فيلم اللص والكلاب عام 62، واتبعه بالعديد من الأعمال السينمائية أبرزها زقاق المدق وأخطر رجل في العالم والبحث عن فضيحة وعالم عيال عيال وغيرها. تحية كاريوكا ترقص في عيد ميلاد سمير صبري. وشارك سمير صبري في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها يا ورد مين يشتريك وحضرة المتهم أبي وقضية رأي عام وملكة في المنفى وغيرها. أسس سمير صبري شركة إنتاج فني أشرف من خلالها على أفلام جحيم تحت الماء وإنذار بالقتل وجحيم تحت الأرض وفي الصيف الحب جنون ودموع صاحبة الجلالة وغيرها. أنا مع نجوى فؤاد أحد الأفلام. تزوج سمير صبري مرة واحدة من سيدة إنجليزية تدعى مورين دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها عمره 16 سنة وكان طالبا بكلية الآداب حينها. أنجب سمير صبري من مورين ابنه جلال، ويعمل طبيبا في لندن حاليا.
ترددت الشائعات عن ارتباط سمير صبري بالفنانة سماح أنور، لكنه نفى الأمر في حواره مع الإعلامي مفيد فوزي، وقال أنه أحب سماح أنور لكنه لم يتزوجها بسبب فارق السن الكبير بينهم، هو البالغ 22 سنة، رغم أنه كان قد اشترى الدبل. هنا مع سمير صبري سماح أنور. في عهد أنور السادات تعرض برنامج النادي الدولي الذي يقدمه سمير صبري للإيقاف، وتم منعه من الظهور في التلفزيون بسبب الفنانة فيفي عبده التي قالت أنها من قرية ميت أبو الكوم وهي مسقط رأس السادات كذلك، حينها توقف سمير صبري عن الحديث لمدة 30 ثانية. هذا الصمت فهمته السلطات على محمل السخرية من رئيس الدولة، اتهمه البعض بسرقة تراث التلفزيون المصري. هنا صورة نادرة لسمير صبري يحاور الإمام موسى الصدر أثناء تقديمه برنامج مزبير بالفضائية بتن، وقال إن جميع اللقطات التي كان يعرضها هي من شبكة الإنترنت فقط، وذلك حسبما ذكر في حواره للمصري اليوم. كان سمير يعمل في البرنامج الأوروبي خلال نكسة عام 1967، حينها كان يترجم أخبار وكالة رويترز التي قالت أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى القناة، عكس الأخبار التي تطلقها الإذاعة المصرية. وفور أن توجه إلى الإعلامي أحمد سعيد مزق الورق وقال له أنت تقول اللي نقول لك عليه بس. خلال عمل سمير صبري بالتلفزيون المصري تمكن من إجراء حوارات مع الملاكم الراحل محمد علي كلي والسلطان قابوس بن سعيد والإمام موسى الصدر ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر وغيرهم، وذكر أن المخرج الراحل حسن الإمام صاحب فضل كبير عليه في مشواره الفني، وكان يعتبر الفنان الراحل حسين الإمام ابنه، وكان سمير سببا في عودة الفنانة الراحلة سامية جمال إلى الرقص من جديد رغم أن عمرها كان 60 عاما بسبب مرورها بضائقة مالية شديدة. دي صورة نادرة للسلطان قابوس والفنان سمير صبري يجري معه حوار. صرح سمير صبري لمفيد فوزي بأنه في السابق كان معجبا بالفنانة شادية وكان يغير عليها من الراحل كمال الشناوي، وسعيد لأنها تزوجت من عماد حمدي وليس من الشناوي، وقال لها حينما شارك معها في فيلم نص ساعة الجواز كنت عاوز أتجوزك وأنا صغير. خلال تصوير فيلم حكاياتي مع زمان كان من المقرر أن يقبل الفنانة وردة في أحداثه، إلا أن زوجها الملحن بليغ حمدي رافض ذلك بشدة. وأوضح سمير صبري أن نهاية فيلم حكاياتي مع الزمان تغيرت بسبب تدخل الفنان رحل رشدي أباظة الذي قال للمخرج حسن الإمام ما فيش واحدة ست تتاخد من رشدي أباظة، بعد أن كان من المفترض أن يترك حبيبته ويرحل، ليقرر حسن الإمام إنهاء الفيلم على سمير صبري وهو يحيي الجمهور. صرح سمير صبري في حوار لصحيفة الأخبار بأنه في حالة تشبع فني وليس معتزلا، ويقول كثيرا ما أسأل نفسي ماذا أقدم بعد هذا التاريخ الفني الطويل، فقد أعطيت كل شيء. تم تكريم سمير صبري في كلية الآداب جامعة الإسكندرية في احتفالية باليوبيل الماسي ومن الجامعة البريطانية عن مجمل أعماله الفنية. هنا مع وردة مطربة المعروفة. حصل على الدكتوراه من جامعة وورويك الإنجليزية عن رسالة قدمها عن أثر السينما المصرية على المجتمع العربي منذ الأربعينيات وحتى الثمانينات، ونال جوائز عن عدة أفلام أبرزها الإخوة الأعداء وبالوالدين إحسانا. واعتبر سمير صبري فيلمي البحث عن فضيحة وبالوالدين إحسانا أكثر عملين قدماه إلى الجمهور، كما قدم مؤخرا في السينما فيلم بتوقيت القاهرة عام 2015 ولعب فيه دور سامح جمال ميخائيل. رأى سمير صبري أن ميرفت أمين هي أجمل فنانة مصرية حسبما صرح للإعلامي مفيد فوزي.
لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.